في علاقة بالقضية الوطنية تجدر الإشارة إلى أن الخصوم لم يتوقفوا عن مناوراتهم، بحيث أن القضية باتت تطرح تحديات جديدة. هذه التحديات هي المتعلقة أساسا بمحاولة السويد الاعتراف بالبوليزاريو كدولة، لكن هذه التحديات الجديدة لم تصمد أمام الواقع، باعتبار أن قرار أو نية وعزم السويد يتناقض أولا مع التزامه في إطار السياسة الخارجية الأوروبية، باعتبار أن الاتحاد الأوروبي ملزم، أعضاؤه ملزمون بوحدة السياسة الخارجية، كما ملزمون باتقاد قرار موحد في إطار الهجرة. وبالتالي فإن قرار السويد يتناقض مع قرار المجموعة الأوروبية التي تدعم مسلسل السلام ومسلسل المفاوضات في إطار البحث عن حل سياسي، كما أن قرار السويد يتناقض ثانية مع ما تطرحه البوليزاريو نفسها، إذ أنها تطرح في مبادرتها المقدمة إلى مجلس الأمن، إلى الأمانة العامة للجنس منذ 2007 إلى الاستفتاء، ينفتح على ثلاثة حلول: الحل الأول وهو الاستقلال، الحل الثاني وهو الانضمام والاندماج في المغرب، والحل الثالث هو الحكم الذاتي. وبالتالي فإن نية السويد الاعتراف بالبوليزاريو كدولة بمثابة الفارس الذي يسبق الفرس، وما يقال عن السويد يقال أيضا عن برلمان إيطاليا، ويقال أيضا عن برلمان البرازيل، حيث أن هؤلاء يستبقون قرار الأمم المتحدة، يستبقون، يحاولون التأثير على عمل الأمم المتحدة، كما أنهم يستبقون حتى البوليزاريو التي تطرح استفتاء من ثلاث خيارات ولا تطرح أبدا الاستقلال كحل وحيد. وبالتالي فإنهم يتناقضون مع صاحب أو حتى صاحب المصلحة المفترض. التحدي الثاني الذي تطرحه قضية الصحراء هو مصدره الاتحاد الإفريقي، ولكن بدوره هذا الكيان وهذه المنظمة القارية أولا لا تملك من أحقية، وليست لها أهلية ولا اختصاص ولا ولاية للبت ولا مناقشة ملف الصحراء، أولا لأن المغرب ليس عضوا في هذه المنظمة التي خرج منها منذ 1984 عندما قبلت بالبوليزاريو كدولة ضمن أعضائه، وهو ما يتناقض وهو خرق وانتهاك لميثاقها أندا. وبالتالي فإن خروج المغرب من هذه المنظمة تفتقد هذه المنظمة لأحقية الخوض والبت في الملف، ثانية لأن المغرب لم يكن حاضرا للدفاع عن نفسه في هذه المنظمة، وبالتالي فإن هذه المنظمة قد اتخذت موقفا مسبقا لصالح البوليزاريو وخرجت عن مبدأ الحياد. ثالثا وهو الأهم، أن هذه المنظمة القارية الإفريقية عندما سمحت لي وبل أنها فوضت بدورها للمنظمة الأممية بالبت في الملف، فإنها لم يعد لها من صلاحية للبت فيه، باعتبار أن الأمم المتحدة ومجلس الأمن هو الذي يشرف على الملف. التحدي الثالث الذي يطرحه ملف نزاع الصحراء وهو المتعلق بحقوق الإنسان، حقوق الإنسان، والذي هذه الانتقادات التي مصدرها الجزائر، لا تملك الجزائر من أي أحقية وليست لها من مصداقية، ولا تملك حتى حق الأخلاقي، أخلاقيا لا تملك الجزائر الادعاء أو الزعم أن المغرب ينتهك حقوق الإنسان. لماذا؟ لأن الجزائر أوصدت أبوابها وأغلقت أبوابها أمام المنظمات الدولية، بحيث لا تسمح لهذه المنظمات من رصد والتحقيق في خروقات الحقوق الإنسان لديها. وإذا كانت الجزائر تدعي خرق حقوق الإنسان في المغرب، فكان حريا بها أولا أن تسمح لهذه المنظمات أن تلج إلى ترابها وإقليمها للتثبت من التظلمات والشكايات التي مصدرها المواطنين الجزائريين. ثانية، إذا كانت الجزائر
تساند كما تدعي وتزعم حق تقرير المصير، فإن بين الجزائر فئة مهمة تطالب بتمتيعها بهذا الحق، مثل سكان القبائل الذين يطالبون بحق تقرير المصير ولكن لا يمتعوا بهذا الحق. ثانية، إذا كانت الجزائر وإذا كان هاجس الجزائر هو حقوق الإنسان، فكان حريا بها على الأقل أن تلتزم بحقوق الإنسان وفق المنصوص عليها في اتفاقية الدولية 1951 المتعلقة باللجوء، وأن تمتع اللاجئين في تنديف من الحقوق والحريات التي تكفلها لهم هذه الاتفاقية، منها حق التعبير وحق التنقل وحق الملكية وحق الشغل وغيرها من هذه الحقوق. إذن هذه التحديات الجديدة التي يطرحها ملف نزاع الصحراء، إنما الغاية والهدف منها هي محاولة تحريف في إطار الحل الذي حددته الأمم المتحدة ومجلس الأمن، الذي هو البحث عن حل سياسي متوافق عليه. لماذا؟ لأن الجزائر والبوليزاريو وجدت صعوبة وتصطدم بعدم إمكانها، ولأنها لا تتوفر على أي مشروع، بينما المغرب يتوفر على مشروع متكامل وهو مشروع مبادرة الحكم الذاتي. إذن هذه الادعاءات إنما يراد بها باطل، لأنها لا تصمد أمام الواقع، لا تصمد أمام متانة الجبهة الداخلية المغربية. وبالتالي فإن المغرب أدرك أن هؤلاء، أن الجزائر وأن البوليزاريو تحاول أن ترهن مسيرة التنمية في المغرب، وهو ما أدركه بسرعة المغرب، وانطلق منذ 1975 في مسيرة تنمية الأقاليم الجنوبية، في مسيرة تأهيل مناطق جهة الصحراء من حيث تجهيزها بالبنيات التحتية والبنيات الأساسية، واستفادة سكانها من الخدمات الأساسية والمرافق العمومية التي تعطي خدمات للجمهور المواطنين، سواء في الصحة أو في التعليم أو في الشغل أو في كافة ميادين الحياة، بحيث أصبحت جهة الصحراء جهة مؤهلة وتعرف تنمية شاملة وحقيقية. وهو هذا، بالتالي فإن الصعوبات التي عرفتها الأمم المتحدة من أجل إقناع الجزائر وإقناع البوليزاريو أن الاستفتاء قد حسمت الأمم المتحدة من دي قبل في 2004 وفي 2002 وفي 1994 أنه غير واقعي، وأن هنالك صعوبات واقعية وقانونية تحول دون إجرائه، وأن ما بقي من الحلول هو مبادرة المغرب بالحكم الذاتي. هذه الحقيقة أدركها المغرب وسارع إلى الاستمرار في تنمية الأقاليم الجنوبية، في تنمية جهة الجنوب، وما حضور جلالة الملك إلى المنطقة إلا من أجل تفعيل هذا المسار وتفعيل دور الفاعلين في إطار الجهوية المتقدمة، كي ينطلقوا فعلا وحقيقة من أجل تنمية المنطقة، لأنها السبيل الوحيد ولأنها الممر الآمن والضامن نحو حسم نهائي لنزاع الصحراء المفتعل.